Good morning, grade 4. أهلا بكم. النهاردة هندرس مع بعض unit 3. Why do we grow plants? هنكمل مع بعض part 2. هنبدأ مع بعض بالفونكس، علم الصوتيات. هنشوف النهاردة هناخد إيه فيه. هناخد الساوند سوا. letter S لما يجي مع W بيديني الساوند ده سوا. أول example swim swim سوا swim swan swan. طبعا swan معناها بقعة. sweet sweet sweep sweep يكنس sweep. عندي كمان two sounds اللي هو sound s و sound l يبقى sl. slice slice sl slice. slippers slippers اللي هو الحذاء المنزلي او الشبشب. sleep sleep ينام. تاني حاجة عندي هندرس حاجة بتضاف في نهاية الكلمة بتدي معنى اسمها السافكس. يبقى السافكس هي النهاية او الجزء المضاف لكلمة لإعطاء معنى تاني. يبقى السافكس full معناه full of مليء به. طيب هيدي معنى ايه السافكس full؟ لما نشوف مثلا بيستخدم مع كتير جدا من الادجكتيفز او الصفات زي ايه. تعال نشوف بعض الاكزامبلز. ممكن كده كمان اضيف لبعض الافعال. مثلا عندي بيوتي ده نوم بمعنى الجمال. بيوتي هيبقى بيوتيفول. بيوتيفول يعني جميل. كده اخدنا من النون ادجكتيف عن طريق اضافه السفكس فول. تاني حاجه عندي الفيرب كير. كير معناه يهتم او يعتني بيه. لو انا ضفت له السفكس فول هيصبح الصفه اللي هتتكون عندي careful careful يعني حذر او حريص. color بمعنى لون او يلون. color لو حطيت لها المقطع full هتبقى colorful يعني ملون او زاهي بالالوان. help ده الverb. لو انا ضفت له المقطع full هيبقى عندي helpful يعني متعاون او مساعد للاخرين. use verb بمعنى يستخدم. use يتحول ل adjective useful بمعنى نافع او مفيد. practice choose. Lucas lives space a farm in the United States. طبعا lives verb بمعنى يعيش. طيب انا عايز اقول ان هو عايش في ايه؟ عايش في مزرعه في اليونايتد ستيتس في امريكا. طيب يا ترى كلمه فارم عايز اقول يعيش في مزرعه البريبوزيشن اللي انا هحطه هيبقى at or on or in. طبعا on a farm يعني بيعيش في مزرعه. number 2 they grow many space like oranges and lemons. يعني هم بيزرعوا ايه كتير like يعني مثل البرتقال والليمون. بيزرعوا ايه؟ هو البرتقال والليمون دول يعتبروا ايه؟ fruits. fruits يعني فواكه. I don't like the story. انا مش بحب القصه دي او مش عجباني القصه دي. it's فبالتالي هي ايه؟ interesting شيقة. boring مملة. ولا funny ممتعة. طبعا الإجابة boring لأنها هي ما عجبتنيش. punctuation. طبعا احنا عارفين في سؤال punctuation ده اللي هو المفروض ان احنا نحط علامات الترقيم او العلامات اللي بتساعدني في الكتابة الصحيحة. اخدنا كتير قبل كده ان بداية الكلام عندي لازم يكون بكابيتال لتر بحرف كابيتال. كمان لو قابلت اسماء اشخاص لازم تبقى بكابيتال لتر. طبعا براعي ان الكلام دوت جمل ولا اسئلة. لو كانت سنتنس جملة بحط في الاخر فول ستوب. لكن لو كان سؤال براعي ان انا احط question mark. وفي حاجات كتير قوي برضو لازم اراعيها. وجود بلد وجود مكان وجود مكان مشهور. كل الحاجات دي انا بستخدم فيها الحروف الكابيتال.
طيب جراندبا علي هاز ا نايس فارم، جدو علي عنده مزرعة جميلة. هنا عندي أول حاجة بعملها في البانكتويشن إن بداية الجملة لازم تكون كابيتال، يبقى حرف الجي بتاع جراندبا هيبقى كابيتال. تاني حاجة قابلتني هي علي اسم إنسان، يبقى حرف الإي هيتحول لكابيتال، ودي ستيتمنت أو جملة عادية يبقى في النهاية هحط إيه فول ستوب. سؤال تاني بيقول لي do you like the story، هنا بيقول لي هل انت حبيت او بتحب الستوري او عجبك الستوري او القصة دي. طبعا هنراعي ان اول حرف لازم يبقى كابيتال، فانا هغير الدي، ومن خلال كلامي عرفت ان ده question او سؤال، لذلك هحط الquestion mark في اخر الكلام. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده، احنا هنا قلنا اليونت بتاعنا بيتكلم عن البلانتس او النباتات، فهنتعرف على اللايف سايكل اوف ا سان فلاور، دورة حياة نبات دوار الشمس. نشوف كده دورة حياته من اول ما هو يكون بذرة صغيرة لحد ما ينمو، انا ممكن ازرعه ازاي او ممكن ايه المراحل اللي بيمر بيها. First you plant the sunflower seed in soil. في البداية انا بحط او بزرع بذرة النبات دوت في التربة. ايه الخطوة اللي بعملها بعد كده؟ you put it in the in sunlight and water. انا بضع البذرة بتاعتي او النبتة بتاعتي في معرضة لضوء الشمس، وكمان ايه لازم برويها. Next the seed germinates and it starts to grow roots under the soil. يعني بعد كده ان بيحصل انبات او البذرة بتنبت وبتبدأ ان هي تخلي الجذور تنمو، بتكون الجذور دي موجودة under the soil يعني تحت الايه التربة. After that بعد ذلك the shoot grows above the soil، قلنا البرام او النبتة الصغيرة grows بتنمو above the soil فوق التربة. طب ودي بعد كده تبدأ grows more بتنمو اكبر، فبيحصل ايه it grows leaves بتنبت اوراق شجر، it gets taller وبتصبح ايه اطول. After about 4 months يعني بعد حوالي 4 شهور the sunflower opens and faces the sun. بعد حوالي 4 شهور الزهرة بتفتح وبتواجه الايه الشمس. عشان كده هو بيسمى sunflower لان هو بيتبع اتجاه الشمس في اي ايه في اي مكان. طيب خلي بالك يا سنة رابعة ان احنا هنا قلنا خطوات انبات عباد الشمس او دورة حياته، فعشان نعبر عن الترتيب ده استخدمنا بعض الكلمات زي كلمة first بتعبر عن الخطوة الاولى معناها اولا، بعد كده استخدمنا كلمة next اللي هي التالي او ثانيا، بعد كده الخطوة اللي بعد كده قلنا ايه after that بعد ذلك. يبقى دي كلمات بتعبر عن ايه عن ترتيب الاحداث. ممكن اقول after وراها فترة زمنية لو انا هتكلم عن حاجة هتحصل بعد وقت معين. في الاخر بستخدم كلمة finally يعني في النهاية. The sunflower dies and drops its seeds، بيموت وبيوقع البذور بتاعته. The process begins again يعني العملية بتبتدي تاني من اول وجديد. يبقى زي كائن اي كائن حي لما بتوصل خلاص للنمو الطبيعي ليها بتموت في النهاية، يبقى verb die معناه يموت. طب هي الزهرة لما بتموت بيحصل ايه؟ بيبقى في seeds فيها بتقع مرة اخرى على التربة، فالبروسيس او عملية نمو ازهار جديدة بتتكرر ايه من اول وجديد وتبدأ تاني ويطلع لي ازهار sunflower جديدة مرة تانية. excel yourself هتختبر نفسك بالسؤال اللي عندي. سؤال choose بيقولي the sunflower grows space they are green leaves seeds roots، ايه اللي هو هينمو فيه ويكون لونه green. let's practice. Choose the sunflower faces verb بمعنى يواجه the sun moon or star. هو اسمه sunflower قلنا لان هو faces the sun بيواجه الشمس. Reorder هنعيد ترتيب الجملة. جايب لي كلمة big flower how the is. طبعا هنا عندي question ولكن انا عندي هنا السؤال بادئ بهاو. how كأداة استفهام أو question word لوحدها معناها كيف. كيف إنما لو بصيت على ال words اللي عندي هنا اللي هرتبها هلاقي إن أنا عندي adjective اللي هي إيه big. أداة الاستفهام هاو يا سنة رابعة لما بتحط بعدها adjective بتديني معنى جديد خالص، زي ما أنا مثلا لو عايز أسألك عن عمرك بقول لك إيه how old are you،
طب هنا هسأل، أنا بسأل على إيه؟ بسأل على حجم الإيه الزهرة، فهقول how big. يبقى how big بعد كده الverb اللي هو is الحاجة اللي أنا بسأل عليها. how big is the flower؟ يبقى ما حجم الزهرة. يبقى how big أداة استفهام على بعضها كده، معناها ما حجم. هنا بيقولي above soil the shoot the grows. ده شوت اللي هي الايه؟ النبتة او البرام. تمام، بيقول لي هنا ايه؟ بتنمو اعلى التربة. يبقى لو كونت الجملة هتبقى the shoot grows، ده الفيرب اللي بعد السبجكت، وبعد كده فوق التربة اللي هي above the soil. اكسل يورسيلف، اختبر نفسك واكتب الاجابة في الكومنت عشان تتأكد منها. بانكي تويت، mom and حسام are talking about plants. They go to the farm in July. Thanks for watching and goodbye.